قوم نقية قلوبهم لينة طباعهم، ليس عندهم غلبة ولا شدة ولا جفوة أي في التعامل والأخلاق، وغل أن تجد هذا. ومع هذا أنبت ذلك اللين والرقة الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان لصاحب التشديد يمانية ويمان. ولولا أن غيرهم يشاركهم في تلك الخصائص من الإيمان والفقه والحكمة لكانوا أولى الناس بذلك، ولهم قدم السبق وقصبه. وتتميز أيضا هذه المحافظة بالذات بإيوائها ورقة أهلها وفي قبول الحق، والواقع خير شاهد. ولذا آوت مئات الألوف مع قلة الباع وقلة الاتساع وتوسط الحال، فتحوا بيوتهم، مدارسهم، مبانيهم، أماكنهم، شعابهم، جربهم، ما فعلوه لإيواء النازحين، وشاركوهم بالإعطاء والأموال والزاد، ومنهم من أسقط الإجارات، ومنهم من أعطى، ومنهم من زاد، ومنهم من عفى. صنعوا السقايات، أصلحوا كثيرا من الطرقات لله وآسوا. ورمضان يحكي حاله بحبه للواقفين على أبواب المساجد، يأخذون الناس قهرا لا إلى السجون ولكن إلى الدواوين إكراما وإعطاء وإنفاقا، ولا يرضى أحد حتى يشبع الآكل. إذن وهكذا إقبال أهلها على الدعوة وانتشار الدعاء والخطب والمحاضرات والدروس والنصائح والتوجيهات، قلة الفتن، قلة التبرج في النساء، قلة الأسواق التي فيها ما فيها، قلة أماكن الفحش والبغى، قلة أماكن الشر والفساد، ولا يدل على الطهارة، وليست هي مكان كذا وكذا، ولكننا نرى هذا. فلذا ازدادوا خيرا على خير، فعلى هذا تميزت هذه البلاد بقبول الحق. ويح من آذى أهلها، ويح من أرادها بسوء، فإن لهم من الدعوات ما يخشى على من ناواهم أو ظلمهم أن يقصم أو يهزم أو يفصم أو يبتلى بذلك كله، أو يسلط الله بعضه على بعض. فيعرف لكل بلد قدرها وموطنها وأهلها، والله المستعان. والخاتم بإذن الله عز وجل.